طيب قبل بس ما نروح لفقرتنا الرئيسية فقرة حق تصد، أخيرا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة في هذا الإطار. الحمد لله خلال سنتين عندنا مجلس إدارة بيحافظ على اسم النادي الأهلي، بيحاول على قد ما يقدر أنه هو دائما ما يضع اسم النادي الأهلي أمام الجميع، عشان بس نبقى واضحين. الحمد لله بطولات كثيرة، إنجازات على كل المستويات، حتى إذا كان هناك أخطاء فبيتم تعديلها في صمت، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي دائما بيستفيد من أخطائه. بيستفيد من أخطائه إزاي؟ من خلال إن هو يشوف إيه الخطأ ويصلحه، وده اللي احنا بنشوفه في كل مقرات النادي الأهلي، سواء من النواحي الإنشائية زي ما حضراتكم شايفين في كل المقرات، سواء في الجزيرة أو في الشيخ زايد أو في مدينة نصر أو في التجمع الخامس، وإن شاء الله قريبا جدا في أماكن أخرى. كل التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة القادمة، وإن شاء الله يقوم لنا نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق بالسلامة، ويرجع في وسط إخواته وفي وسط أولاده وفي وسط أحبائه وجمهوره جمهور النادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نكمل بقية فقرة. اشترك دلوقتي مجانا في الاهلي فانز، واستمتع بعروض وهدايا ومسابقات كتير لكل